اتجوزت من 80 سنة، وجوزي مات من 20 سنة. أشتغل وأقوم أتغدى وأشرب شاي وأقوم عالشغل تاني. أشتغل 3 ساعات 4 ساعات وأنا أشتغل وأجيب لنفسي اللي أنا عايزاه، وأعمل ما أقولش لحد الدين، وأكل سمن بلدي وجبن بلدي، أشتري لحد الوقت خضين وحلبت وخضيت وعملت زبدة وعملت جبنة. أنا كنت شغالة في المدرسة، وأما أجيب العيش للعيال وأما لضيوف وأجي من المطار أسلم للناظر العيش بورق يدهان من قبل. معايا مهنتي أما توكلني وشربني. عندي 2 و34 حفيد أنصحهم يشتغلوا بالحلال وما يشكلوش صحاب، وأنصحهم بكده. تقديرات العمر لوالدتي يقارب على 97 سنة، اتجوزت من سن ممكن 14 سنة. اللي قدمته لينا وللأسرة كلها بفضل الله حاجة كويسة جدا، علمتنا ازاي ما نحتاجش حاجة من حد، نعتمد على نفسنا، نشتغل بنفسنا، ما نقولش لحد ولا نتسول ولا الكلام ده كله. فالعلام اللي علمته لنا الحمد لله تمام، يعني مش كلام، ما ينفعش يتقال في كلام. في الأصل بقى والحنية والعطاء منها الحمد لله. تعليم في مدارس، كافحت مع والدي في تعليم المدارس لأنها كانت بتشتغل مع والدي كتف بكتف، يعني زي ما بيقولوا راجل راجل وراجل، مش راجل وست يعني. فهي يمكن ست بمليون راجل زي ما بيقولوا. وديني يا دليل وديني للنبي واشوفه بعيني، نبي دم عدى وفات على منى وجبال عرفات.